شكرا 20,000 أخ وأخت، شكرا 20,000 متابع، شكرا 20,000 مشترك، شكرا 20,000 حد قرر يقتطع من وقته يسمع أنا بقول إيه، شكرا 20,000 حد اختار إنه يشترك في قناتنا كلنا ويتابع كل الحلقات أول بأول، شكرا 20,000 واحد حب إنه يكون فرد في أسرتنا الكبيرة. تركاية وحكاية اللي كبرت بيكم على مدار سنة كاملة من الشغل والعمل، كنا فيها أول ناس تعرفوا مننا إيه اللي بيحصل في أي حتة في اسكندرية، وثقتكم فينا واشتراكاتكم اللي كانت بتزيد يوم عن يوم ده كانت دافع إننا نكمل. سنة عدت بأحداث كتير بحلوها ومرها واتفقنا واختلفنا، لكن أحلى حاجة بجد حصلت السنة دي إن عائلتنا كبرت بيكم وإنكم بقيتم في حياتنا. كانت صدفة جميلة إن 2022 تخلص وإحنا معانا أحلى متابعين، السنة اللي بدأت وإحنا كمان بدأنا معاها، لكن لما خلصت سابت لنا كل الكم ده من الحب وكل العدد ده من الإخوات. وإحنا في بداية 2023 بنتمنى مع بعض إنها تخلص بس نكون بقينا 100,000 مشترك، وزي لما السنة اللي فاتت حلمنا إننا النهاردة نكون موجودين، إن شاء الله السنة اللي جاية هنحتفل بعيلتنا اللي بتكبر بيكم أكتر وأكتر. وأكيد كل اللي هيشوف الفيديو ده مش هيكسفني وهيشترك في القناة، والنهاردة بقى مش هطلب منكم تقولولي كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض، علشان أنا بالفعل عارف حبايبنا كلهم واحد واحد وبالاسم، لكن هقولكم تقولولي في التعليقات كلمة كويسة أو خبر عرفتوه مننا قبل أي حد أو معلومة جديدة كنتوا أول مرة تعرفوها من خلالنا، أو ذكرى جميلة فكرنا بعض بيها، أو موقف إنساني عجبنا كلنا قولولنا في السنة دي تركاية وحكاية كانت بالنسبة لكم إيه؟ تاني بشكر حضراتكم واحد واحد، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة لينا كلنا. هسيب حضراتكم دلوقتي مع حفلة صغيرة أصر بعض من حضراتكم من أشد المتابعين إنهم يحتفلوا بيها معانا لوصلنا لعشرين ألف مشترك، ويا رب دايما يديم الخير بينا، ودايما أخوكم مراد محمود.